بعد 3 أو 4 أيام من نقلتنا تقريبا بلشت اشياء وامور غريبه تصير. بالبدايه انا حسيتها طبيعيه عادي، يعني كنت عم حس بغضب وانزعاج كتير كبير ما بعرف سببه. ما في شك انه كان في سبب معين لهيدا الشيء. بلشنا فجاه نتخانق كتير، ما كان يصير معنا هيك بالعشر سنين او 12 الماضيه. كان دايما عندي شغف بالازهار والشتول الطبيعيه، كنت احتفظ دايما بازهار بالمزهريه. كنت لاحظ انه هالزهور يدبلوا خلال 3 أو 4 ساعات على الاكثر. شو صار؟ ما صار شي، اتفركشت باللعبة، كنت رح اصحط. ما فيك تقعدي بمحل واحد وبس؟ ضرورة تتجولي انت بشهر التاسع؟ نزلت لحتى اجيب مي، ما كنت عم بتجول. انت كل اهتمامك على اللابتوب. ليش دايما رد فعلك بهالطريقة؟ ها؟ فكرتيني مبسوط بشغلي 24 ساعة بالنهار؟ أنا كمان بحب أرجع على البيت وأقضي وقت معك. لو أنا كنت ست بيت مثلك لكان الوضع اختلف. ست بيت؟ أنا ما صرت ست بيت برضاي سنجيف. كنا اتفقنا سوا بعد زواجنا إنه أنت بتظهر وبتشتغل وأنا ببقى بالبيت حتى أهتم بالطفل. كنت مستعدة ضحي بمهنتي كرمال طفلي. أي متى قلتلك إنه أنت ما ضحيتي أبداً؟ مين كنت عم تستفز لما قلتلي ست بيت؟ أكيد هيدا الهوى. كنت ممددة على التخت. سنجيف كان عنده تصوير، اتصلت فيه قلت له وينك؟ قال لي أنا بفيلم سيتي، بدي شي 15 دقيقة لحتى أوصل عندك. بعد 45 دقيقة سمعت بوضوح الباب عم يفتح. أنا كنت بوجه الباب، كنت نايمة ووجهي مقابل الحيط. ما بعرف مين إجا من ورا، بس كنت متأكدة 100% إنه سنجيف.